حسام صبري يا محمدين. للأسف الواحد مش عارف يقول ايه. يعني هو كان طول عمره من هو صغير كان بيحب يفك الحاجة ويركبها ويحب يبتكر، وبيدخل على الجهاز الكمبيوتر ويعلم نفسه بنفسه وكده. يعني قبل تطور الوقت، يعني الوقت اي حد بيعرف يستعمل الموبايل والكمبيوتر والحاجات دي. كان هو الاول وهو طفل ما كانش الكمبيوتر مشهور قوي زي ما هو مشهور الوقت يعني. وهو بتبتدي يعني لمست فيه ان هو متفوق وذكي، لانه كنت بذاكر له، فما شاء الله يعني لقيته عبقري وبيلقط المعلومة بسرعة، بيستجيب للمعلومة بسرعة يعني. وبدأ ده كان في مسابقة أوائل الطلبة في المرحلة الابتدائية. هو سؤال كان يعني محاور شوية، ما كانش أي حد ممكن إن هو يجاوب عليه حتى لو مذاكر، لأنه كان إيه ذكي، مش بيحفظ المعلومة بس يعني، وكان بيستنتج حاجات. فما شاء الله خلى مدرسته، مدرسة بيلة الجديدة، تفوز على مستوى الإدارة، وبعدين خدوا مركز أول برضو على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية. وبعد كده بقى نيجي للإعدادية، كان ما شاء الله برضو متفوق بشهادة جميع المدرسين بتوعه، متفوق ومؤدب يعني وكده. وحضرتك ممكن تسأل عليه معظم المدرسين، منهم الأستاذ عادل سيف والأستاذ عبد العزيز عاصي، دول يعني، والأستاذ مجدي أبو المجد، وناس كتير يعني. آسفة لو أنا إيه نسيت حد منهم، لأنهم كلهم إيه كانوا بيحبوه وبيدعموه كده، ولدرجة إن هم من كتر حبهم له ما كانوش بياخدوا أجر مادي يعني، لما عرفوا ظروفه كده، عشان هو مؤدب وشاطر كده يعني. فجيت قدمت له بقى لما نجح في الثانوية، في الإعدادية قدمت له أنا هنا في الثانوي عادي في بيلة الثانوية بنين. وبعدين قاعدين في يوم كده بنتصفح على الكمبيوتر أنا وهو وكده على النت، فلقينا مدرسة ستيم ديت. فقال لي شايفة يا ماما وكده، رأيك إيه نقدم فيها؟ فقلت له ماشي والله شكلهم حلو، أقدم لك فيها إسلام وكده يعني بالمرة، وأنت وحظك يا تقبل يا ما تقبلش. فكان بتقدم لها 3000 طالب على مستوى الجمهورية، كانت لسه ما اتعممتش في المحافظات. بعد كده اتعمل 7 مدارس ستيم، ثانوي ستيم، هي كانت الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي هي في 6 أكتوبر، كانت هي بنين والبنات كانت في المعادي. فروحنا لها، لقينا لها اختبار ولها شروط وكده، لازم لها اختبارات اي كيو في الذكاء وكده، بيقيسوا نسبة الذكاء بتاعته، ولها شروط برضو في المجموع، ولازم يكون مقفل انجليزي ورياضة وعلوم، او جايب نسبة يعني ايه 8، ما يتقلش عن 98%. فالحمد لله داخل الاختبار مع حوالي 3000 طالب، وطلع كنا في رمضان وكان صايم وكده. وتخيل حضرتك بقى القلق، عنده اختبار في مصر، كانت في المدرسة الثانية. وكانت بقى المفاجأة ان هو طلع 7 على الجمهورية، في من 2000 طالب اختاروا 70 طالب بس على مستوى الجمهورية. كان هو الوحيد من بيلة اللي مقدم فيها، وكان في طالب معاه كمان من كفر الشيخ، هم دول اللي كانوا طبعا محافظة كفر الشيخ، وقبل فيها وكده يعني. ولحد اخر لحظة ما كنتش مقتنعة ان انا اوديه فيها وكده، لان كنت مقدمة له هنا. فقال له خلاص يا فندم، لو ما جبتش الملف بتاعه الاصلي، انا كنت مقدمه صور كده، نعتبره ان هو ما قبلش وكده يعني. فالمهم وديته وكان كويس الحمد لله، ومتفوق وبيطلع برضه من الاوائل فيها. وخلال هناك كان المدرسه اصلا بتعمل مشاريع، وفي مشاريع كل سنه كده، في كل ترم بيعملوا مشروع، بيبقى جروب مكون من 5 طلاب مع بعضهم، كل طالب فيهم بيبقى مسؤول عن جزء في المشروع ده. يعني مثلا في سنة أولى كان مشروع بناء منزل في الصحراء على 600 متر، اتكلف 106,000. في طالب كان عمل الجدران من المونة، ومن مونة رخيصة جدا. وفي طالب كان مسؤول عن المية، وفي طالب مسؤول عن الكهرباء. فكان إسلام ابني مسؤول عن المية، وده جابها من الهواء بدون مواسير بدون حاجة، ان المياه توصل المنزل ازاي في منزل في الصحراء ومفيش حواليه مياه ولا مواسير مياه ولا اي حاجه، ان هو يوصل له
الميه، فكانت شيء جميل جدا يعني الحمد لله. بعد كده بقى قدم اختاروه مدرسه الستيم، مدرسين ان هو يمثل مدرسه ستيم ويمثلوا مصر في مسابقه اولمبيات الفيزياء، فالحب للفيزياء كان شغوف بيها جدا، فدخلوا المسابقه والحمد لله حققوا ايه ميداليات وكده. وبعد كده بقى هو قدم، وخلاله هو في المدرسه قدم في الجامعه الامريكيه وقدم في جامعات كتير ان هو يحصل على يدعم نفسه في اللغه الانجليزيه، لان هو كان مدرسه ما كانش، كانت المشكله قدامه في مدرسه ستيم ان كانت عايزه يعني طالب دارس لغات من صغره، فهو اتغلب عليها ان هو بدا يقرا ويتعلم وكده ويذاكر اكتر في اللغه الانجليزيه، وخد دورات وما شاء الله لدرجه ان هو جاب ايلست اعلى من التويفل، وكانت درجته اعلى من درجه دكتور في الجامعه، فهو ما شاء الله دي كانت بقى المفاجاه الكبيره يعني لنا، فالحمد لله. ودي اللي خلته يقبل في اليابان وامريكا، قدم على دراسه الفيزياء في اليابان وفي امريكا وقبل في الاثنين. بس بقى طبعا بعد استخارة ربنا وكده اخترنا اليابان، لان اليابان فيها تعليم طبعا ان شاء الله حضرتك، لدرجه ان امريكا فضلت تبعت له وتقول يعني ليه انت مش ما جيتش، يعني احنا تلاقي مكانك محجوز، وبعتوا له رسائل وكده، الرسائل موجوده ممكن تكون موجوده يعني، فاعتذر لهم وكده وقال لهم يعني ان هو راح اليابان وكده. فاليابان بقى سمعت عنه، كان في صحفي كتب الفرعون الصغير الذي اجتاز 19 اختبار علشان يقبل بتوع يعني اليابان تقبل ان هي تاخده يدرس عندها. ففي صحفي قرا يعني الكلام دوت، فقال ده كلام جرايد وكده ومش معقول يعني في الكلام ده، فراح فرنسا بالصدفه، صحفي ياباني راح فرنسا، لقى نفس المقاله ايه مكتوبه في فرنسا وكده، فبقى لا انا لازم اشوف ايه الطالب ده، وقام مسميه بقى الفرعون المصري الصغير، وله مقاله في الجريده، عندي صوره لها هنا في جريده يابانيه وكتب عنه وكده. وبعدها راح، وللاسف بقى بعد ما راح بقى وكده احنا كنا مفكرين ان المنحه شامله المعيشه وكله، للاسف طلعت للدراسه بس، هي الدراسه بملايين هناك، لان الدراسه برضو مش عاديه يعني، الدراسه مش زي اي دراسه يعني، دراسه في اليابان بصراحه اعلى قمه العلم. فالمهم وصلنا فاصل بقى.